الأمة تنعى ولي العهد يؤم صلاة الجنازة على الأميرة لطيفة. وقفت المملكة العربية السعودية في خشوع ونعي بينما أم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز صلاة الجنازة على صاحبة السمو الملكي الأميرة اللطيفة بنت عبد العزيز آل سعود. أقيمت مراسم الصلاة في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض، وأبرزت إرث الأميرة الدائم والاحترام العميق الذي حظيت به. رحم الله الأميرة التي توفيت في 3 سبتمبر عام 2024، كانت ابنة الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة. لقد كان التزامها الراسخ بعائلتها ودينها مثالاً يحتذى به لكثيرين، وقد مثلت صلاة الجنازة وداعاً كريماً يليق بمكانة الأميرة لطيفة، ويعكس تدفق مشاعر الحزن والاحترام من الشعب السعودي مدى الحب العميق الذي يكنه للعائلة المالكة. الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود، حياة مليئة بالكرامة والرقي. ولدت الأميرة لطيفة في حياة حافلة بالمسؤولية كونها ابنة الملك عبد العزيز. اشتهرت بتقواها وكرمها واتزامها برفاهية الشعب السعودي. وعلى الرغم من أنها لم تتولى منصباً سياسياً رسمياً، إلا أن نفوذها امتد إلى ما هو أبعد من القصر الملكي. لقد كانت من أشد المدافعين عن التعليم، وخاصة تعليم المرأة، ولعبت دوراً رئيسياً في العديد من المؤسسات الخيرية، وقد أكسبها تفانيها في العمل الخيري احتراماً وإعجاب الشعب السعودي. إن وفاتها خسارة ليس للعائلة المالكة فحسب، بل للأمة بأسرها. الوداع المهيب. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقدم واجب العزاء. قاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفسه صلاة الجنازة على الأميرة لطيفة، مما يؤكد على عمق الروابط داخل الأسرة المالكة. وجاء حضوره ليؤكد على أهمية الأسرة والتقاليد في الثقافة السعودية. أتاحت بساطة ومهابة المراسم التركيز على حياة وإرث الأميرة اللطيفة. إن فيضان مشاعر الحزن من الشعب السعودي هو دليل على الحب والاحترام الذين حظيت بهما. توافد كبار الشخصيات على الرياض لتقديم واجب العزاء. استقطبت صلاة الجنازة على الأميرة لطيفة كبار الشخصيات والممثلين من جميع أنحاء العالم العربي وخارجه. وصل قادة من دول الخليج المجاورة ودبلوماسيون وشخصيات بارزة إلى الرياض لتقديم واجب العزاء، وأكد حضورهم على المكانة الرفيعة التي تحظى بها الأميرة لطيفة والأسرة المالكة السعودية. إن اجتماع هذه المجموعة المتنوعة من المعزين يشهد على الأثر الذي تركته الأميرة لطيفة على الساحتين الإقليمية والدولية. المحور الخامس، أهمية جامع الإمام تركي بن عبد الله. إن اختيار جامع الإمام تركي بن عبد الله لإقامة صلاة الجنازة على الأميرة لطيفة له دلالة كبيرة. يقع المسجد في قلب الرياض ويمثل مكانة خاصة في قلوب الشعب السعودي. سمي المسجد على اسم شخصية مبجلة في التاريخ السعودي، ويمثل الرابط الوثيق بين الإيمان والتاريخ والهوية الوطنية. إن عظمة المسجد وربطه بشخصية محورية في التاريخ السعودي يجعله مكانا لائقا لإقامة صلاة الجنازة. إن إقامة صلاة الجنازة على الأميرة لطيفة في هذا المكان الهام يربط ذكراها بقلب الأمة. المحور السادس، فهم شعائر الجنازة الإسلامية شرح مبسط. تتميز شعائر الجنازة الإسلامية ببساطتها، لكنها عميقة الدلالة ومليئة بالرمزية الروحانية، وتؤكد العملية على طبيعة الحياة الدنيا الفانية
وأهمية الاستعداد للآخرة. الخطوة الأولى هي غسل المتوفى وتكفينه، وذلك بأقصى درجات الاحترام، ثم يتم نقل الجثمان إلى المسجد لإقامة صلاة الجنازة. وبعد الصلاة يتم دفن الجثمان في قبر بسيط متجها نحو مكة المكرمة. ينصب التركيز على الصلاة والتماس المغفرة للمتوفى وتسليم روحه إلى الله. المحور السابع، الرمزية القوية لصلاة الجنازة في الإسلام. تحتل صلاة الجنازة مكانة مركزية في التراث الإسلامي، فهي تعتبر فرض كفاية أي واجب على المسلمين أداؤها على المتوفى، ويسأل المصلون فيها المغفرة للمتوفى والرحمة من الله ومكانا في الجنة، وهي تعبير قوي عن الإيمان وتذكير بأن الحياة والموت بيد الله، وتتناقض بساطة الصلاة وقصرها مع عمق معناها، وتشكل الصلاة بصورة جماعية مصدرا للعزاء للثكال. المحور الثامن، إرث الأميرة اللطيفة، حياة كارست للأسرة والدين. على الرغم من أن الأميرة لطيفة لم تكن تشغل منصباً سياسياً رسمياً، إلا أن تأثيرها على المجتمع السعودي كان كبيراً. لقد كانت حياتها مليئة بالإيمان والعائلة ورفعت شأن وطنها، وستذكر بتقواها وكرمها والتزامها برفاهية الشعب السعودي. إن إرثها هو إرث القوة الهادئة والإيمان الراسخ والعطف العميق، وقد أثر تفانيها في العمل الخيري لا سيما في مجال التعليم والرعاية الصحية على حياة العديد من الناس. ويستمر مثالها في إلهامنا، مذكرا إيانا بأن القيادة الحقيقية تكمن في العطاء والرحمة. المحور التاسع، الرابطة الدائمة للعائلة المالكة السعودية. إن وفاة الأميرة لطيفة لتذكير مؤثر بالروابط العائلية القوية داخل الأسرة المالكة السعودية. فعلى الرغم من متطلبات القيادة، لطالما أكد آل سعود على أهمية وحدة الأسرة والتقاليد، وتظهر صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يؤم صلاة الجنازة على عمته الكثير عن هذه الروابط العائلية. ويجد هذا التأكيد على الأسرة صدى عميقا لدى الشعب السعودي الذي ينظر إلى الأسرة المالكة على أنها حامية لتراثه وتقاليده. المحور العاشر، أمة تتأمل، التذكير بإسهامات الأميرة لطيفة. بينما تنعى المملكة العربية السعودية فقدان الأميرة لطيفة، تتأمل الأمة إسهاماتها وإرثها، وستذكر بإيمانها الراسخ وتفانيها لأسرتها والتزامها برقي وطنها. ويعد إرثها تذكيراً بأهمية الرحمة والعطاء والتمسك بالقيم الأخلاقية. وبينما يحزن الوطن على فقدانها، فإنهم يحتفلون أيضاً بحياتها والأثر الذي لا يمحى الذي تركته. وإذ نستذكر الأميرة لطيفة، تكرم الأمة ذكراها والقيم التي جسدتها. المحور الحادي عشر، الخاتمة، وداعاً أخيراً. تمثل وفاة الأميرة لطيفة نهاية حقبة للأسرة المالكة السعودية وللأمة، وسيبقى إرثها حياً في قلوب الشعب السعودي ملهم الأجيال القادمة. وبينما تودعها الأمة، فإنهم يفعلون ذلك بقلب حزين وعظيم الامتنان لعطائها رحمها الله.